مشاهدينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم من داخل قصر السلطان علي الدينار اللي تحول لمتحف السلطان علي الدينار اللي بيحكي تاريخ وتراث وعادات وتقاليد وبطولات انسان دارفور بصفه عامه وانسان الفاشر بصفه خاصه. نتمنى انه تتابعوا معنا هذه الحلقه اللي حقيقه حلقه تاريخيه بتحكي عن فتره محدده وهي الان بتمتد إرثاً وتاريخاً وعادات وتقاليد. المتحف 1911 كانت بداية تشييده وافتتح في العام 1912، وهناك تحولات كثيرة حدثت داخل هذا المتحف نتابعها إن شاء الله من خلال هذه الحلقة. أنا سعيد في هذه اللحظات إني يكون معانا ونحن داخل المتحف عمنا عبد الرحمن صديق. عمنا عبد الرحمن، أهلا ومرحبا بك في رحيق الأمكنة. مرحبا بك ابننا، وأنا سعيد كثير جدا أنك تكون معي. مرحبا بك جدا، وفي المكان التاريخي وفي المكان العظيم اللي نحن بداخله. يعني متحف قصر السلطان موضوع مهم. نعم. وانت شايف المبنى اللي خلفنا اللي هو متحف قصر السلطان. نعم. انا بدك تكلمني عن المتحف ده، يعني ليه اتبنى اصلا؟ هو ليه اتبنى والبنوا منه؟ طبعا المتحف هو القصر، قصر السلطان ذاته. السلطان بنى القصر ده سنه 1911 واكتمل 1912، يعني بنى في السنه في سنه كامله، سنه 12 شهر. سلطان طبعا لما يعني استلم السلطه في دارفور وبقى سلطان، حب انه يبني له قصر يشابه قصر الملوك يعني. ايوه. فحقيقه كل الوقت ده كان في ام درمان، هو كان في ام درمان وشاهد يعني القصور الموجوده في ام درمان وكده. فبعد ذاك هو لما جه هنا برضه ايضا فكر انه يبني له قصر. ايوه، يشابه تلك القصور، يشابه يعني القصور. وفعلا يعني بنى، جاب مهندس تركي اسمه الحاج عبد الرازق والبنائين من اولاد الريف وايضا برضه عنده نجارين من اليونان، ديمتري وتوماس، ديل اللي قاموا بعمل النجاره. يعني يونان ومصريين، اولاد الريف ده مصريين؟ اولاد الريف ده مصريين، الريف المصري يعني. فديل اللي قاموا كانوا البنائين اللي بنوا القصر. بنوا القصر. والاغريق ديل عملوا الابواب والشبابيك والاساسات بتاع القصر كله. نعم. الاساسات القاعده دي القديمه كلها ديل صنعوا، ولا الاغريق ديل. والخشب كان بيجيبوه من الخشب ده خشب سوداني، يعني استخدموا خشب القنبيل.
موجود هنا؟ هاي خشب قنبير موجود في دارفور هنا، وهم بعد ما عملوا يعني تجارب للأخشاب الموجودة هنا وجدوا خشب قنبير ده أحسن أخشاب، قوي قوي وسهل الصنع يعني، لأنه ممكن تنحطه وكده وبذا، نعم، وبقبل أي تشكيلة. أيوة، فعشان كلا هم يعني استخدموا خشب قنبير يدعم الكراسي، يدعم أي شيء، يدعم الكراسي. أسي ما في الخشب ده ولا؟ خشب فيه موجود، شجرة موجودة، شجرة شجرة قاعدة، هاي شجرة قنبير موجود في دارفور بكثرة. نعم، نعم. و والحد لحد الان معظم الاساسات الجميله الدوالي وكده بيصنعوا من خشب القنبير. الاجريك ده كانوا اساسا قاعدين هنا ولا جابوهم اصلا عشان يبنوا؟ جو مع المصريين اللي اصلا جو هو طاقم بتاع البنا، عالم مهندس وبنايين والمهندسين الثانيين عشان يشتغلوا شغل بتاع اساس، بتاع الاساس ده كله جو مع بعض، كله جو من مصر، كله كان في سنه واحده. اي من 1911 لحد 1912 لحد 1912. اي لكن اولاد الريف ما رجعوا يعني، اولاد الريف قعدوا بعد الشغل، بعد الشغل ما رجعوا، قعدوا هنا. والان في حي اسمه حول هي اولاد الريف. ايوه ده الناس اللي اشتغلوا. اي ده الناس اللي اشتغلوا هنا، ده الناس اللي اشتغلوا في 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 بناء القصر. طيب اولاد دارفور في ناس اشتغلوا من هنا في كانوا في الشغل؟ طيب في دارفور كده يعني الناس قصه البناء الحديث اللي ما كان ما كان ما كانوا بيشتغلوا عمال ولا عمال؟ ممكن عمال، ممكن بيكون في عمال طبعا اكيد ساعدوا وساعدوهم وكده، ولكن هم المهندسين اللي قايمين بالشغل. المهندسين قايمين يعني بالشغل. والمهندس كان اجريجي مهندس ولا تركي؟ تركي تركي تركي. لكن النجارين اغاريق اغاريق ديمتري وتوماس. نعم. القصر ده الان شكله اختلف من زمان ولا هو ذاته؟ والله هو المبنى بتاع القصر هو ذاته، هو المبنى نفسه يعني، في زياده زي غرفه كده اضيف في زمن الانجليز، في زمن الانجليز. وهو ناخذ خلفيه انه القصر ده تحول يعني بعد ما كان قصر لقصر الرئاسه بتاع السلطان بقى متحف. يعني قبل ما يبقى متحف القصر ده بقى سكن للكولونيل كيلي. اوه ده 1916. اي بعد سقوط الفاشل، بعد سقوط الفاشل بقى ده مقر رسمي للكولونيل كيلي. نعم كيلي. وبعد ذاك مديريه دارفور كلهم سكنوا هنا، سكنوا في المكان ده لحد بعد الاستغلال مباشره. محافظي محافظه دارفور برضه سكنوا هنا، برضه سكنوا، اولهم ابو سين واخرهم الطيب المرضي. المرضي اي 1977 1977 والطيب المرضي يعني له الفضل يعني حول انه يعني اقترح الاقتلال للرئيس، قال له يعني الوقت ذاك المرحوم جعفر النميري الله يرحمه، جعفر النميري، واقترح له انه نحول القصر ده بدل سكن يبقى محل يعني متحف. يبقى متحف، وبنوا فعلا بيت الوالي او بيت المحافظ، وحولوا المتحف القصر الى متحف، القصر بقى متحف سنه 77. نعم المتحف ده داخله فيه حاجات كثيره. نعم المتحف ده يعني غني جدا. نعم. متحفنا ده افتكر يعني المتحف الثالث هو الثاني بعد متحف السودان القومي وبيت الخليفه، طوالي المتحف الفاشل مليان مليان، عنده عرض كبير. ونحن متحفنا ده قومي، قومي متحف قومي يحتوي على كل مقتنيات بتاع الحضارات النوبيه القديمه وحضارات دارفور كله. طيب بعدين هتخلينا ندخل ولا جدا ولا حترفض لنا؟ هتدخل هتدخل. طيب انا برضو شايف في مباني تانية حنمشي نشوفها، في شنو تاني من المباني اللي نحن هنشوفها؟ في ديوان القهوه. في ديوان القهوه، في ديوان القهوه نحن نمشي ونتكلم عن ديوان القهوه شويه. ممكن كلام جميل، تفضل عمنا. Bakio,
عبد الرحمن، نحن الان ماشيين على ده مبنى ديوان القهوه. ده ديوان القهوه. اي نعم. برضو قديم، اتبنى مع ال اتبنى من زمن السلطان. من زمن السلطان يعني ما جديد. ما جديد. نعم. طيب كلمنا عنه شويه. طيب ده السلطان طبعا، الديوان ده السلطان يطهزه لما يطلع يعني من الاجتماعات يجلسوا يشربوا لهم قهوه. ما بيشربوا هناك، ما بيشربوا جوا القصر يعني. جوا القصر فبيشربوا هنا القهوه ويفطروا وكده يعني. قاعده يعني زي المطبخ يعني. زي المطبخ. وطبعا لانه ديوان القهوه دي قريبه من بيت الميارم، الاكل بيتي يعني. أيوة آه وكده. فبالتالي بيكون في قاعده سلطان وكبار الاعيان بتاعهم بيقعدوا بيتناولوا قهوه. ما يزول بيدخل؟ لا ما يزول يعني. يعني الناس المجلس ذاته مجلس من 12 وزير يعني. 12 وزير يعني. نعم. هو بيسموه امين، لكن يعني الوزراء هسه زي تقريبا بكلامنا الهسي وزراء. وزراء هسه. فديل اللي بيسمح لهم انه يخشوا الديوان يتناولوا فطور مع السلطان وكده. نعم. فطور وفطور وشاي وقهوه وياخذوا راحتهم كده. نعم. يعني بعد الاجتماع يعني. بعد الاجتماع. دي حاجه بترتب ذاتها يعني. انت يعني دائما زي السفره. زي السفره يعني. دي السفره ذاتها. دي صفرة من الاجتماع او من الى السفره. ايوا داخلين بالضبط. ايوا داخلين السفره. الاكل داخل المحل ده كان اكل معين للسلطان ولا الناس السلطان بتاكل؟ السلطان باكل يعني زي العامه يعني. ما عنده اكل حاجه يعني. دارفور العصيده وكده وبتام زي اللحوم وكده. أيوة. ده الاكل المالوف في دارفور يعني. نعم. البهايم راكبه يعني. البهايم راكبه يعني. نعم. وفي روايه بقول انه القصر ذاته عملوه بالمرقه. مرقه التيران. اه عطور يعملوا مرقه ومويته ده بيعجنوا بيه المونه. المونه عجنوها؟ المونه كده. ده في سمينه كلام زي ما الناس ممكن تاكل المونه دي. طيب نحن يعني شايفين قدامنا برضو النحاس. ده 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 شايف اثنين. ليه اثنين؟ طبعا دي النحاسات السلطان. ده اكبر نحاسات السلطان. السلطان عنده 25 نحاس. 25 نحاس. لكن ديل الاثنين ديل اكبر نحاسات السلطان على الاطلاق. فالنحاسات دي طبعا هي رمز السلطه يعني. نعم. في دارفور بالذات. اي ملك سلطان بتاعه بيكون عنده النحاس. لازم النحاس. لازم النحاس يعني. لانه ده اعلام اعلام السلطان. نعم. ده الاعلام. ولو داري زي التلفزيون. زي التلفزيون زي اي اعلام. داري نادي الناس بيدقوا النحاس دقه محدده. مثلا دقه الاجتماع بيكون بيختلف من دقه يعني الحرب مثلا. ايوه يعني بيدقوا ناس معينين. ناس معينين ما يزول بيدق. والدقات معينه. الدقه يعني انت برا لما تسمع دقه تعرف دي شنو. دي شنو؟ الدقه بتاع العساكر معناه تجي جاهز. تجي جاهز يعني انت بتجيب حصانك وبليلتك واي حاجه. كل شيء. ويكون جاهز يعني. آه وحصانك مجيه. نعم. عشان تتوجه طوالي. طوالي. دقة الاجتماع بيجوا ناس الكبار. آه عارفين. آه. لكن الناس بتسمع الدقة؟ بسمع الدقة دي كان بتسمي زمان ما في أصوات. عشان صوت ده كان بمشي من هنا لمليط. اسمعوا من هنا لمليط بسموه. طيب اللي بيدقوا النحاس ناس معينين؟ ناس معينين. ما يزول بيدقوا. ناس محددين دي شغلهم النحاس. دق النحاس. أي. طيب دي ودي واحد ولا مختلف؟ هو طبعا انه اسماء. ده اسمه الدار عامرة والدار عطى المولى. دار عامره وعطى المولى. عطى المولى ده اسماء النحاسات يعني. ما اسماء ولا كويس. ما اسماء مره وراجل. لا لا لا. نعم. دي الاسماء بتاع النحاسات. كل النحاسات انه اسماء زي. نعم. صوت دي بيختلف من صوت الثانيه ولا لا؟ نفس الصوت. نفس الصوت بس الاسم. بس اسماء بس ساكن بميزبوه. دار عامره، دار عطى المولى، وعند واحد ثاني اسمه منصوره. منصوره وكده يعني. ده اسماء النحاسات يعني بسموهم كده. والناس الشغالين في دق النحاس بيكونوا عارفين وبيكونوا قاعدين يعني. أيوة. بيمروا يقولون مثلا الان دايرين دقه نحاس للجيش مثلا او للجيش. نعم. أيوة. او دقه نحاس للعيان عشان ما يجوا في اجتماع. بالتاكيد طوال الناس بتسمع وبتجي طوالي. بتجي طوالي. وممكن السلطان معنى السمه هنا ممكن يدوك ذاته عنده نحاس هناك ويدوك ثاني الناس ثاني من قدامه بيسمعوا وهكذا. خبر ممكن ينتشر. ممكن ينتشر دارفور كله. نعم. والنحاسات اصلا هم ما كانوا هنا في محل دي. كانوا وين؟ يعني كانوا معلقين في داخل الساحه بتاع القصر هنا. معلقين فوق. انت لو شاهد عنده علاقات. عنده علاقات هاي. فده بيعلقوا بيه النحاس. بيعلقوا بيه النحاس. صوته بيكون اقوى اقوى. لكن لما يكون قاعد كده صوته ما بيكون اقل. اي فبالتالي هم كان بيعلقوا الهنايه هنا وبيدقوا زي ده. طيب بعد ما شفنا ديوان القهوه. ديوان القهوه ولا السفره؟ اي ده نشوف الشيء اللي وراه في شنو؟ في بيت الميارم. بيت الميارم. في بيت الميارم. بيت الميارم ده اي هو بيت الاكل ولا لا؟ لا لا بيت الميارم. ميارم دي ندوه كده ناخذ تعريف للميارم. الميارم دي هنا في دارفور معناها زوجة السلطان.
زوجات السلطان دائما بيسموهم ميارم، زوجاته ايوه وبناته يعني نساء الاسره، نساء الاسره اسمها ميارم. ميارم ايوه الناس يعني ماشيين عليهم، اي ماشيين على الميارم، ماشيين على الميارم، على بيت الميارم. نعم اي الميارم هو النساء، نساء السلطان، نساء السلطان اي كان بناته، كان بناته، زوجاته. الاولاد معاهم؟ لا لا اولاد برا. اي اولاد الامراء. الاولاد امراء، امراء يعني ميرم معناها اميره، هي اساسا ميرم اميره. عمنا عبد الرحمن، الناس ماشيين على بيت الميارم. نعم. وبيت الميارم زي ما قلت فيه وبنات السلطان، زوجاته وزوجاته. تفضل عمنا عبد الرحمن. هو اللي خلفنا ده والقطية اللي شفناها قبل شوية. أيوة. كلمني شوية عن بيت الميارم. بيت الميارم طبعا هي الميارم ذاته هي زوجات السلطان. زوجات السلطان. زوجات السلطان وبنات السلطان وكل النساء الأسرة الحاكمة بيسموهم ميارم. ميارم. فدي جزء من هو وتر كله كان بيت الميارم، لكن أنا احتفظنا حسا فقد الجزء أمامنا الورانا ده. ده كله بيت الميارم. ده بيت الميارم. نعم. زوجات السلطان. فالميرم هو زوجة السلطان وبنت السلطان و. النساء 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 السلطان. فطبعا بيت الميارم كان مباني كلها كان بيت الميارم، لكن يعني اتكسر الجزء منه، فضل فقط الجزء البسيط ده احتفظناه كنموذج لبيت الميارم. نعم هم يعني كانوا بيكونوا قاعدين هنا اي، لكن ما يعني دورهم شنو هنا كان، ولا هو ده اصلا السلطان بس قاعد هو ده هنا؟ ما خلاص ده بيتهم يعني ده البيت حقهم، ده بيت زوجات السلطان. زوجات السلطان موجودين هنا، موجودين هنا وهم وعيالهم وكده موجودين هنا، يعني بدون ناس زيارات ولا البيت مكفول؟ ما لا لا ما هي كعادة السودانيين البيت طبعا مفتوح. طبعا من حول بيت السلطان ده كان كل القادات العسكريين والأمناء وكده كانوا ساكنين حول السلطان. كانوا نعم يعني حتة دي زي منطقة يعني عسكرية. حكومية زي حكومية يعني في زوجات تانية، زوجات ناصب الأمراء الأمراء والملوك والجماعة اللي شغالين مع الله. فكنا بالداخل يعني كانت البيوت مفتحة مع بعض ولا حيشان؟ هو اصلا حتى هنا عنده حوش كبير اسمه حوش السلطان. أيوة كله جوا حوش السلطان ده، ما قاعد فيه سلطان مرة. ايوه فيه سلطان وكبار رجال الدوله حاشيه بتاعته الوزراء وكده كلهم جوا هنا بالداخل جوا. بالداخل جوا النسوان والرجال، الرجال برضه عندهم مناطق بعيده شويه، برضه عندهم عيالهم وبيوتهم وكده بالداخل عادي زي التداخل العام بتاع مع بعض. نعم. نعم. طيب انا لو سالت السلطان يعني كان زوجاته كثير، زوجاته كم كانوا هنا؟ والله يا اخي طبعا السلطان عنده اربع زوجات اي طبعا دي سنة الاسلام، وكلهم قاعدين مع بعض، كلهم قاعدين، لكن طبعا بالزوج بيطلوا وكده وحاجه. لا هم كلهم قاعدين مع بعض، كلهم قاعدين مع بعض، لكن اي زول ببيته ولا كل واحد تقول ما اقعد مع الثاني؟ لا اي واحد ببيته يعني. والعلاقات كويسه؟ علاقات طبعا كويسه ما عندهم مشكله. نعم يعني كعادة النساء يعني هو طبعا اي درة طبعا اكيد بيقول له شويه حاجه كده. لكن في النهايه دي بلا سلطان، خوفا من السلطان ما بيكون في هرجه. الناس كلهم تمام بيكون تمام وماشيين كويس يعني. والحمد لله احنا الان يعني يمكن شفنا بيت الميارم وشفنا بيت القهوه، وحنمشي ندخل جوا القصر عشان ما نشوف القصر ده داخله في شنو ان شاء الله. والله رايك شنو؟ ان شاء الله. أنا بشكرك كثير جدا وبحييك، وحنمشي نشوف داخل القصر في شنو. عم عبد الرحمن كلام كويس، الله يفتح عليك.
مشاهدينا الاعزاء، ما زلنا معكم في هذا القصر الكبير، القصر التاريخي. كنا خارج القصر، الان داخل القصر عمان عبد الرحمن. مرحبا بك. ويمكن اول حاجه لفتت نظري اسره كيرا، يعني يا ريت تديني يعني اضاءه لهذه الاسره. هي دي اسره سلطان علي دينار من البدايه؟ نعم. ورينا الحصه شنو كيرا. كيرا طبعا هو يعني فرع من فروع قبيله الفور. نعم. وكيرا دي هي مزيج. يعني كيرا ده يعني جاي من كيرا، وكيرا ده معناه خيره. خيره خيره ده بتشاودر شيت. ايوه الكاف خا. اي الكاف يتقلب خا. ايوه عنا. فكيرا هو ابن بنت شاودر شيت، وتزوج سليمان احمد المعقور، واحمد المعقور ولد سليمان، وسليمان ولد موسى، وموسى ولد احمد بكر. احمد بكر عنده عدد من العيال، من ضمنهم محمد تيراب وعبد الرحمن الرشيد وعمر ليل ومحمد فضل. ديل كلهم حكموا لغايه ما وصلنا لحد ما اخر واحد الامير بوش. ده شنو امير بوش؟ برضو ابن السلطان محمد الفضل. بوش ده لا ده ما بوش بتاع امريكا. دي بوش دارفور. ده بوش دارفور. لغايه وصلنا سلطان علي دينار. لحد وصلنا سلطان علي دينار، فده النسب السلطان علي دينار اللي هو بينسبه الى كيرا. نعم نعم. كيرا دي قلنا زي ما قلنا قبل تشاودر شيد. تشاودر شيد. تشاودر شيد هو نعم سلطان كرودا ذاته. نعم يعني نعم. سلطان مكتوب كرودا وتشاودر شيد. نعم. وهنا شايف ديل السلاطين اللي تعاقبوا على الحكم. هذا سلسلة السلاطين العاقبة الحكم. السلاطين اللي من سليمان الأول وعمر وعبد الرحمن ومحمود، دير كلهم سلاطين تنجر. لغاية ما أي لحد آخر سلاطين. سلاطين شنو؟ سلاطين تنجر. يعني التنجر ده ما قبيلة دارفور ده حكمتها. أيوة. يعني داجو ثم تنجر ثم صح. فور دي كله تنجر. أي تنجر. وتنجر ده ذاته يعني دير لحد دي تنسام ده تنجر. نعم. لكن من كرة واتحد خشوا بعد كده بيجوا فور. بيجوا فور. عشانين قلبت إلى فور. أيوة من 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 هنا. من تنسان. من تنسان. يعني دل كله سلاطين تنجر. أيوة والتحد دل. والتحد دل سلاطين فور. سلاطين فور لغاية السلطان. هدي السلطان. إبراهيم. إبراهيم يوسف. هدي السلطان إبراهيم يوسف. ابن دينار. لكن تاني هذا نسب أحمد حسين أيوب. علي دينار. ده برضو ده سلطان الآن. نعم. وشايف هنا برضو في 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 الأولاد. ده ابن السلطان. ده ابن السلطان من زكريا. زكريا كرم الدين محمد الفضل وقطار. كمان برضو اسمه موجود. اسمه موجود معتزل. نعم. نعم ده كله. وده للبنات. وده بنات السلطان. ده بنات السلطان ما شاء الله. الأحفاد موجودين الآن. أحفاد موجودين في الفاشر وفي في كل مدن السلطان. نعم في كل يعني انتشر في كل مدن السلطان. نحن الآن عرفنا الأسرة وعرفنا السلاطين وعرفنا ابن السلطان وبناته. دايرين نخش الغرف دي. في غرفتين هنا نحن دايرين نشوفهم وعشان تورينا الحاصل فيهم شنو. نبدا من الغرفه دي. طيب يلا. نحن الان يعني عم عبد الرحمن دخلنا الغرفه الرابعه. الغرفه دي الغرفه الرابعه. الغرفه الرابعه. ايوه. وشايف خوزه. ودي درجه ولا دي شنو؟ دي درجه درجتين وخوزتين. خوزتين دي خوزه برضو. هذه برضو خوزه ودي خوزه. ودي درجه. ودي درجه. الدرجات دي سلطان ورثه من جده. من جده. من جده. قديمه خالص. قديمه خالص. الدرجه دي مصنوعه من شنو؟ ده من 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 حديد. يعني حديد. اي حديد مكتوب عليه كتابات عربيه. شايف في حروف عربيه. اي في حروف عربيه لكن اللغه المكتوبه ما مفهوم. ما عربي. ما في زول فسرها. ما في زول فسره لكن اغلب الظن انه بكون يعني لغه تركيه او ايرانيه. نعم. دي الناس اللي بكتب لنا. ايوه. ودي دي خوزه. ده برضه خوزه. نعم. وعندك حربتين هنا. دي خوزه.
دي خوذة كذلك، دي عامل لها هنا شكل ايوه اللي هو للجنود والدرجة ايه. ودي حربة، دي حربة ملسة وحربة كوكب، حربة ملسة والثاني كوكب. كوكب كوكب دي شرس يعني حربة عندها خيشيم، ده فيه سنون دي عندها خيشيم كده، ده لو دخل ما يموت مشكلة دي خطر جدا جدا، دي خطر. طيب نمشي نشوف الحياة الثانية دي شنو؟ ده كرنجلي اسمه شنو؟ كرنجلي. كرنجلي كرنجلي يعني جوز، جوز موية. ايوه أي. يعني ده بخطوه هنا في الكتف كده، كتف يشربوه مويه بجرين او بخصتين كبار، ايوه يشربوه مويه، يشربوه مويه ايوه. نعم ده 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 بيريش جفندي، ده ايوه ده بيريش، اي ده الهوا رمضان ده غني له ده بيريش جفندي وبتاع، هو ده بيريش الجفندي ذاته. ايوه البيريش ده من زمان بينوموا فيه؟ ايوه بينوموا فوق، ايوه بيفرشوه، بيفرشوه جيب بيريش لو هنشوف ده بس باص شويه، لكن يعني عنده ايوه صح. هو ده القديم ذاته، ده الاصلي ذاته، وبيتعمل هنا بتنسج هنا في دارفور. نعم في دارفور. طيب هنا عندنا شنو؟ هنا عندنا عدد من عندنا اللجام الحصان، ده اللجام، ده اللجام ايوه. اللجام ده مزخرف بالفضه، ايوه دي شكلها فضه ايوه، وفي حجار كريمه برضو ايوه، زمامات الحره دي دي برقش لما يمشي يطلع في الشمس كده ايوه نجمه بيولع ايوه. ده بتاع حصان السلطان. أوه. هنا ده بعض الحجابات، حجابات ده حجاب كان معلق في باب القصر ايوه اي نعم. وده ده ده سكين اسمه جقدي، لا ده سكين ولا سيف؟ ده سكين، لكن جقدي سكين كبير جقدي، ده في المنزله بين السيف وال في النص السكين العادي هيجي في النص كده زي البغل بين بين الحمير المؤاخذه والحصان بالضبط. فده ده يعني لا هو سكين ولا هو سيف، هاي نعم. المشكله اسمه ودي شنو الحاجات الصغيره صغيره دي؟ دي حجابات، حجابات صغيره صغيره دي حجابات ايوه. ودي شنو زين زين المدفع دي شنو؟ دي مكحله، مكحله مكحله كان بيكحلوا بيقولوا نسوان يعني نسوان تجرب بتاع الكحل ايوه. دي مكحله ال 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 وزي العقد ده العقد ده بالمناسبه يعني عقد تراث عجيب جدا. نعم عندنا هنا في دارفور لما العروسه يعني مثلا يلقوها كده حافظ نفسها كويس اي واول عريس يخش عليه اي بهديها عقد من النوع ده، من النوع ده ويربط في رقبته ما يفكه خالص في رقبته ولا في رقبتها؟ في رقبتها اذا تلبت كويس يربط لها في العقد ده ده خلاص دي عنوان الشرف الا الموت، الا الموت يعني كان دارس لعمه كده ويطالع يطلعه ثاني بس نعم كلام جميل. دي عقد بتاع شرف ايوه. وزي وزي الجرس دي شنو؟ زي الجرس بتاع الباب ده فيه نقطة حمراء ده، ده الغطاء ده وقع من ده وقع من ده. طيب ال 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 ده شنو؟ ده مع اللجام، لا التحت هناك اللجام ده ده اللجام، اللجام بتاع الصدر ايوه، اللجام بتاع الصدر ايوه، ده فوق كده ده في الراس ايوه، اللجام حصان نعم نعم. طيب تعال نحن هنا نشوف ال كله بتاعت عسل، بيجوا عسل السلطان. شفت ده وراء قصة. نعم قصته شنو؟ زمان بيجيبوا قولة العادية، قولة الجلد أيوة. قولة بتاع الطين بتاع الفخار دي، بتاع الفخار. فحسن الجمال بيجيبوا العسل ده كسروا القولة ما جابوا عسل، القولة اتكسر، اتكسرت القولة. فبعد ذاك الرئيس جاء للسلطان قال له والله يا سيدي الله ينصرك القولة اتكسر وما جبنا عسل. يا سلام. السلطان عفاه وقال له لكن قصة القولة اتكسرت ده ثاني ما تسمع. فجماعة قاموا عمروا القولة بتاع الجلد ده بتاع جلد، قولة جلد ما يتكسر. بقر ولا ده شنو؟ ولا 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 بعير؟ والله شو والله انا ما اعرف، لكن شكله كده بكون غنم. غنم هي. وده برضه؟ ده برضه هيك. ده قول له بتاع عسل. قول له بتاع عسل. عسل بقى فيه عسل؟ ابدا. طيب
وده هنا ده بعض التراث الشعبي. ده إناء من الزعف بيشيلوا لبن بيشيلوا عسل انا سمن وكده. شو من الزعف ده ما بيدفق؟ ما بيدفق ليه؟ ما نسوش صغير شو شوف انت شغل ده دقيق جدا دقيق خالص. ده كان بيشتغلوا هنا؟ بيشتغلوا حسه ذاته بيشتغلوا هنا والله. ده بيشتغلوا البقاره والابال وكده. ده شغلهم. النسي ده هسي موجود في ناس بيشتغلوا؟ موجود بيشتغلوا. وده ده عمره ده حق العرس ده الحكم مشهور في كل كل السودان. هاي لكن ده عيق الزيتون. ده عيد عيق الزيتون ده ده كان زمان زي العيق بتاع الدهب هسه جامع بحدود النسوي. ايوه زمان عيق الزيتون اغلى حاجه يعني اغلى حاجه. في واحدين نوع من الزيتون من الـ اسمه ده اللؤلؤ والمرجان. ايوه شفت شغال ده. في واحدين من اللؤلؤ ده من زمن السلطان قبل السلطان ذاته. يا سلام. طيب ده مركوب الفاشر. مركوب الفاشر سيد الاسم يهود ذاته. ده مركوب الفاشر. شوف الشغل ده كيف مركوب. ده دقيق جدا. لا مركوب الفاشر الفاشر انت قاصد بيها فاشر المدينه هنا المدينه. ايوه ده بيتصنع هسه ولا وقف؟ وقف ده هسه ما في شغل وقف لانه شغله متعب والناحيه التجاريه ما مدي. لكن ده حق السلطان ولا؟ حق السلطان لكن جديد. اي جديد يعني احتفظوا به. بيكون السلطان عنده كثير عشان كده عدد من هاي ما بيلبس كثير. ما بيلبس كثير. وده ده الجبنه. جبنه مصنوعه من شنو؟ من طين لكن مزخرف برضه. مزخرف جميل الفضه والسكسك. شايف فيها الفضه والسكسك حاجه جميله. ده كشمبيره. ده شنو؟ ده اسمه كشمبيره. كشنديره. كشمبيره. كشمبيره. كشمبيره ده النظام بيبخروا بيه ملابسهم. ايوه بخط المبخر تحت تحت والملابس بفوق بفوق وكده يعني عشان ما يحرق. عشان ما يحرق وبعد ذلك ويعود الدخان بيكون طالع ويشبع عشان الناس يبخروا الملابس. عندنا ثاني في شنو؟ في حاجات هنا دي عندك نشاب. ده اللي هو كنانة ده النشاب. والنشاب فوقه ده برضو جزء من الأسلحة. ودي شنو؟ ده كلول. بيعملوا فيه شنو؟ يسخنوا بيه الموية مع الصواع كده. أيوة. ده الدلم هو البرمة يعني. برمة. برمة ده يعني عنده يستخدموا في حاجات كثيره. وده ده مسند السلطان. مسند السلطان بيسند عليه راسه كده لما يمشي يطلع برا. السلطان كان بيطلع برا برا الارياف. ايوه يمشي يزوره كده بيشيله معاه. بيشيله معاه لما يقعد تحت الشجر ولا كده بحط له بيسند به. وهنا ده برضه كلور. بيعملوا بيشنو؟ اكل ولا؟ اكل برضه. وده ده من خشب ولا؟ ده من خشب برضه للاكل يعني. الاكل. وده ده بخصه لللبن ولا بخصه للبن والسمين ولا والسمين وحاجات دي. كلام. وده طبق. ده طبق اسمه برضه طبق. طبق بعدين الطبق الرسومات الفوق ده عنده اسماء. ايوه هاي اسماء عجيبه. اسد يعني شنو يعني؟ بقول لك مثلا خاتم تاج الدين. ايوه بده اسم. مينو كده صور تاجه. ايوه ديل في ناس بعرفوا لها الناس بس ما بعرفوا الحاجات دي يعني زي الست يا بالنسوان يقول لك ده توب كده وده هو ذاته بالضبط يعني بالضبط. فالرسومات دي بس كده يعني. نعم نحن حنمشي لواحده من الغرف الثانيه. نمشي نشوف الغرف الثانيه والتاريخ الكبير والعريض. تفضل. احنا الان دي غرفة السلطان. ده غرفة رئيسية. دي غرفة رئيسية. ده مجلس السلطان. ده مجلس السلطان. مجلس هنا. عندنا الشايف. عندنا حاجات يعني الجزء فوق ده ادوات اللي كان بيستخدمها السلطان للاكل والشرب. والتحت عندنا اسلحة بتاع السلطان. ده اسلحة. ايوه زي ما نشاهد هنا ده سبحة السلطان وكده راتب السلطان على دينار. نعم. وده المبايع.
ده بيعمل بشنو؟ امباير يعني بنفوه يعني في الحروب لو في حاجه الصوت هاي صوت نعم منادى يعني هنا ده عندنا الجبب جبة السلطان للسلطان عدد من الجبب جبب جبة البيضاء وجبة المزرقة وجبة الحمراء نعم دي جبة يعني السلطان دي جبة السلطان ودي برضه جبة السلطان جبته. وده عندنا ده سريج حصان السلطان ده سريج حصان السلطان نعم ده سريج نعم. وده كرسي العرش بتاعه ده كرسي وزاته هاي كرسي العرش نعم بيقعد فيه بيجي فوق يعني. وبيقعد في نفس المنطقة دي في نفس الموقع وفي نفس المحل بس عملوا القزاز ده بس عشان يحفظ بيه كل الحاجات دي هي حتى الحراب الحراب دي هي ذاتها وهي ذاتها وهو كان قاعد هنا نعم نعم هنا ده وهنا عنده برضو بعض أسلحة السلطان في سيف السلطان في فرارين خاصات بالسلطان الفرارين ما كان بقطع بهم بيشيلوا كده يعني شكل يعني هنا عظمة وكده عظمة اي وده سكينين ثلاثة سكاكين خاصة بالسلطان كله ده خاص بالسلطان أي. وهنا هنا ده أدوات القهوة نعم ما قبل كان خشينا ديوان القهوة ايوه ده أدوات القهوة لسه ده القهوة لكن شكلهم زي قريب من حاجات الآن ايوه اي بس ده من مصنوعات من نحاس ولا من نحاس ايوه جوا عنده رومانيوم وشايف عنده مفتاح وهنا برضه هنا ده كتب السلطان كتب السلطان بيقرا هنا فيها ده الجبه الحمراء خاصه بالسلطان دي برضه جبته ده جبته وده برضه جبته وده برضه الجبه بتاعته يعني دي كلها ده المجلس السلطان طيب هنا المفروشه دي جديده ولا دي حق السلطان ده حق السلطان ده من السجادات الكم يفوش داخل في الارض في الارض هنا نعم السجاد دي ايرانيه إيرانية نعم عشان كده ذاتها عجمية عجم عجمي نعم اي نعم سجاد ده سجاد إيراني ده خاص نعم. بالسلطان ده نحن يعني وبرضه شايف في صور فوق يعني والحراب دي برضه قديمة الصور والحراب الحراب دي طبعا ده رمز لا 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 لا. ما في أي دولة بكون في أي ده رمز الدولة صح يعني وشايف النحاس ده ولا وده النحاسات الصغيرة ما كبير كنا عنده كبيرة عنده 25 نحاس نعم من ضمنها ديل ده علم السلطان دينار نعم مكتوب في النص ده ايوه ابو بكر عمر في الطرف حمزه والحسين والعباس الحسن والحسين والعثمان ده اسم الخلفاء بالاطراف نعم. في النص مكتوب يا الله يا الرحمن طيب الترابيزه دي من زمن السلطان في صنعه ديمتري ذاته دي أيوة. ترابيزه ديمتري دي كان بياكلوا فيها ولا بياكلوا فيها اي دوله بتاع الاكل بتاع الاكل نعم نحن الان شفنا كل الحاجات يمكن ومحتاجين كنا لزمن اطول واكبر وحقيقة يعني استمتعنا واتمنى المشاهدين يستمتعوا ويكونوا استمتعوا معنا انا بحييك عمنا عبد الرحمن وبشكرك وحقيقة تاريخ كبير وعريض مشاهدين الاعزاء كنتم معنا من خلال هذه الحلقة اللي حقيقة انا بعتبرها حلقة تاريخية حلقة توثيقية من خلال شفنا هذا التراث الكبير والعظيم للفاشر وللدور الكبير اللي قام به هو السلطان علي دينار مشاهدي الأعزاء كنت معكم من خلال هذه الحلقة التوثيقية التاريخية التي تحدثت عن السلطان علي دينار وعن متحفه الذي كان قصرا في البداية ثم أصبح متحفا أنا استمتعت حقيقة بهذه الحلقة وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا من خلال هذه الحلقة اللي أنا أعتقد إنها رائعة بروعة هذا المكان مدينة الفاشر وحتى نلتقي مشاهدي الأعزاء في حلقة أخرى لكم دائماً